تسيطر على عالم الترفيه ب 209 ملايين مشترك عالمي، وفي خطوة كبيرة تعد الأولى من نوعها في عالم منصات البث، تتجاوز نتفليكس عالم المسلسلات والبرامج التلفزيونية وكذلك الأفلام، وتعلن دخول عالم الفيديو. فبعد إعلان تعيين مديرين تنفيذيين سابقين من شركة إلكترونيك آرتس وفيسبوك وفقا لموقع بلومبرغ بهدف قيادة مجال ترفيهي جديد، نتفليكس ستطرح العام القادم ألعاب الفيديو لمستخدميها، وستتوفر ألعاب ضمن رسوم الاشتراك العادية على غرار الأفلام الوثائقية أو العروض الخاصة، طرق نمو جديدة واستقطاب لشرائح أكبر من المستخدمين لتوسيع نطاق ملكيتها الفكرية وجمع البيانات. ومبدئيا ستبدأ نتفليكس في تقديم ألعاب على الهاتف المحمول للمشتركين ودون أي رسوم إضافية. من الترفيه البصري إلى عالم التقنيات الاجتماعية، تطبيق الرسائل الفورية العملاق واتساب يقدم ميزات لحظية أكثر خصوصية للمستخدمين بعد عام جدلي خسر فيه الكثير. فلجعل المراسلة أكثر خصوصية بالنسبة للمستخدمين، دعمت واتساب ميزة انتهاء صلاحية الوسائط أي العرض مرة واحدة، إذ لا يمكن مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو المرسلة باستخدام هذا الوضع إلا مرة واحدة ومن ثم تختفي من الدردشة. هذه الميزة ليست جديدة على المستخدمين بشكل عام على بعض التطبيقات الأخرى كسناب شات وإنستغرام. للمزيد ينضم إلينا من الرياض عبد الله السبع، مختص في أخبار التقنية. يسعد صباحك عبد الله، وأهلا بك من جديد في صباح العربية. هلا والله، السلام عليكم، صباح الخير. السلام. اليوم على قولتهم دوتو. طيب خلينا نبدأ. هاتركها اليوم. خلينا نبدأ. أنت دائما تهتركها. قول. خلينا نبدأ الأول بنتفليكس ولحقين على واتساب. خلينا نفهم يعني هذا الدخول أو اقتحام هذا المجال الجديد رغم نجاحها الكبير في البث المرئي، هل يمكن أن تنجح في هذا المجال أم يعني في مخاطرة في الموضوع؟ شوفي، مجال الألعاب مجال جدا صعب ومو سهل، مو شرط أنك لو نجحت في البث أو تطبيقات البث مثل المسلسلات والأفلام قد تنجح في مجال الألعاب، لكن خبرتك في هذا المجال وعدد المشتركين اللي موجودين عندك يسهل عليك النجاح في المسار الثاني وهو مسار الألعاب. حتى الآن في شركات كثيرة قاعد تحاول أنها تنجح في مجال الألعاب وتقدم تجارب كويسة للمستخدمين وتحاول أنها تقدم تجارب جيدة، لكن حتى الآن ما في شركات كبيرة جدا أو ما في شركات قاعد تنجح بشكل كبير في مجال البث السحابي، لأنه المجال هذا أو مجال اللعب السحابي خلينا نسميه، لأنه المجال هذا حتى الآن يعني جديد شوي، ما في شركات كثيرة قاعد تنافس فيه بشكل كبير، وهنا التحدي الكبير اللي أي شركة تدخل المجال هذا وتطلع فيه وتنجح فيه، لأنه أنت مو من نفس المسلسل أو الفيلم إنه أنت تحط لك مسلسل أو حلقة أو فيلم بجودة معينة والناس تتحملها. طيب. وتشوفها. الألعاب شوية تحتاج إنترنت أسرع شوي حتى تقدر تنجح في هذا المجال، لأنك أنت راح تقدم ألعاب بجودة شوي أقل حتى ينضج الإنترنت في الدول يكون يسمح لك إنه أنت تقدم ألعاب ذات جودة عالية. عبد الله، يعني اليوم نتفليكس هل تريد دخول هذا العالم على غرار بلاي ستيشن أم على غرار فيسبوك بأنه تكون جزئيات، أم حتى أنه مثلا اليوم لأنه هناك من يستخدم الألعاب على هاتفه، وكما نتفليكس تقدم لنا يعني الأفلام على الهاتف، أيضا هناك من يستخدم الكمبيوتر اليوم ويستمتعون أكثر من البلاي ستيشن، فعلى أي وجه راح تصير؟ شوف، عقدها نتفليكس ناجحة بشكل جدا كبير في مجال البث المرئي، فلذلك تبي تعكس هذا النجاح في مجال الألعاب. المنافسة في هذا المجال لا زالت في بدايتها، وأتوقع أنهم قد ينجحون بشكل بسيط لو قدموا ألعاب ذات طابع اجتماعي وليست ألعاب ذات طابع على قولتهم ذات جودة عالية جدا. جرافيكس في 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 أو ذات جرافيكس عالي، خلنا ناخذ بصحيح العبارة. ليه؟
لأنه الألعاب اللي ذات جرافيكس عالي جدا تحتاج سرعة عالية في الإنترنت، تحتاج مواصفات خاصة، لكن نتفليكس أتوقع أنها راح تتجه إلى مجال الألعاب الاجتماعية اللي ما تحتاج جودة عالية جدا كبيرة، وتحاول أن تدخل في هذا المجال وتنافس أبل أركيد اللي طيب. الموجود من فترة، لكن حتى الآن تجربة أبل أركيد إلى الآن ما نضجت بشكل جدا كبير. حلو. لا زالت قاعد تواجه شوية غموض أو مشاكل بسيطة. صحيح أن في عدد كبير من المستخدمين اللي موجودين والناس قاعد يستخدمونها، لكنه حتى الآن خاصة في عالمنا العربي ما أشوف أنها طيب. نجحت، ولا زالت على قولتهم في بدايتها. عبد الله خلص وقتنا، بس الواتساب قبل لا يروح الوقت، لأن مرة واحدة نشوف الواتساب ترى. طيب الواتساب قاعد يحاولون بشكل جدا كبير يقدمون مميزات كثيرة للمستخدمين، حتى أنهم يسمحون لهم أنهم على قولتهم يرجعون بشكل أكثر، يتفاعلون مع التطبيق، خاصة بعد المشاكل اللي كانت واجهوها في منتصف السنة هذه، وإحنا تكلمنا عن المشاكل هذه وسبق الحديث عنها. فميزة إرسال الصور لمرة واحدة ومشاهدتها من قبل المستخدمين هي ميزة تنافسية، وتحاول فيها تنافس وترجع للساحة بشكل كبير، وتقدم مميزات يحتاجها المستخدمين. هذه مو الميزة الوحيدة اللي راح يقدمونها، فيه مميزات أيضا ثانية قادمة من المستخدمين. على سبيل المثال تشغيل تطبيق الواتساب على عدة أجهزة حتى لو جهازك الأساسي طافي، فميزة التشغيل أو مشاهدة الصور لمرة واحدة هي ميزة جيدة. لكن لازم تعرف شيء، حتى الآن لو أرسلت صورة إلى شخص وصور الصورة هذه أو صور الفيديو ما راح يجيك تنبيه أنه صور الصورة. فأتوقع أنه راح ينزل أبديت في المستقبل يتيح لك أنه تعرف أن المستخدم الثاني صور الصورة أو الفيديو. طب هذه منافسة أم يعني يمكن نوع من التهديد مع سناب شات، بما أنه هي شد حلها اليومين دول هذا التطبيق؟ مجموعة الفيسبوك بشكل كامل قاعد تنافس سناب شات بكل موتية من قوة، فقدمت الستوري في الانستغرام، وبعدها قدمت الستوري في الواتساب، والآن تقدم موضوع نشر أو إرسال الصور والفيديو لمرة واحدة. منصات التواصل الاجتماعي تتنافس فيما بينها بشكل جدا كبير، وتحاول تقدم مميزات أكبر للمستخدمين، لأنه الميزة التنافسية عندك لو المستخدم قضى وقت أكبر على المنصة حقتك، فهي منافسة مفتوحة. وسبق والفيسبوك من قبل كم سنة حاولت تستحوذ على سناب شات لكن ما استطاعت، فذلك قاعد تفتح المجال على قولتهم بحري وتحاول تنافس المنصة هذه. فمتوقع أنها المنافسة هذه شوية شرسة، لكن سناب شات لازال في على قولتهم مجال لحاله، ولازال في نقاط حالة. الآن صعب أنك أنت تنافس هذا التطبيق، لكنه حلو أنك تنسخ مميزاته، لأنه قد يواجه مشاكل وتستحوذ على كمية كبيرة من مستخدمينه. يعطيك ألف عافية عبد الله سبع، في كل الأحوال هي مصلحة المستخدمين. كان معنا مختص في أخبار التقنية من سوبر هاتريك.